سعداء بيك من خلال برنامج المجري. كان احنا ادينا لك جزء بسيط من اللي انت اديته في النادي الاهلي وحياتك الكرويه ومأثره فيك لحد هذه اللحظه، فنتمنى لك التوفيق والصحه والعافيه وتظهر كده بقى في المجال الرياضي كده وتلعلع زي ما كنت ملعلع وانت لعيب ان شاء الله باذن الله. انا صحيح قليل في الحضور في النادي والظهور، بس خلاص انا سبت الهندسه وان شاء الله. خلاص ما مش هترجع تاني فيها؟ والله لو جات لي هاجلها هرجع لها يعني. ربنا يديك الصحه والعافيه يعني. ويدي لك كل شيء جميل. ربنا يخليك يا مصطفى. احنا قبل ما بننهي الحلقه حضرتك بتاخد الاوتوجراف بتكتب كلمه، وبعد ما تخلص الكلمه بتسمع الساده المشاهدين انت كتبت ايه. سمع بقى كده السادة المشاهدين انت كتبت ايه؟ إلى قناة نادينا الحبيب وإلى زميل الملاعب الجميل، رجعتوني لكل شيء جميل في حياتي، للأيام التي لا أنساها، عشت فيها لحظات جميلة، رجعتوني للكابتن محمود عبد الحي. شكرا محمود عبد الحي. مش مهندس محمود او الكابتن محمود، احنا كنا سعداء بوجودك معانا، ودايما كده يا رب كده بصحه وعافيه كده ونشوفك على خير، ونكون كده تظهر كده لكل الناس المحبين للنادي الاهلي. وانا اوعدك ان شاء الله هيبقى في قاعده قريبه جدا حتى للجيل بتاعنا اللي كنا موجودين فيه، وربنا يديك الصحه والعافيه. اتمنى ذلك ان شاء الله، وبتمنى لك كل خير يا مصطفى. الله يخليك. وكل نجاح، لانك بتمثلنا، بتمثل الجيل. الله يخليك. ربنا يخليك. كده حلقاتنا خلصت، ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده مع نجم جديد من المجال.